طيب دي دلوقتي حاجة كده مساعدة، هنلعب لعبة مساعدة، تمام؟ انت في حالة طوارئ وبتستعين بلاعب من منتخب مصر او الزمالك، مين اول واحد هيجي في بالك اللي انت تكلمه؟ محمود علاء. محمود علاء. طيب بتغير مكان سكنك ومحتاج حد يساعدك. كلام او غني. غني. رايح تستلم جايزه في حفله، مين اللي هتاخده معاك يختار لك لبسه؟ ممكن اخد زيزو. مين اللاعب اللي تثق فيه ان هو يحضر لك طعام لو انتم مسافرين مع بعض وهو اللي هيعمل لكم الاكل؟ لا محمود. محمود محمود علاء. محمود معايا. بيعمل كل حاجه في الاوضه. طيب مين المغني اللي بتحب اللي انت تروح له دايما تتفرج على حفلاته وبتبقى برضو معاك؟ مين من اللعيبه معاك؟ تامر عاشور. تامر عاشور. تامر عاشور. مين من اللعيبه يكون معاك؟ لا يعني ممكن ابقى اخد حد معايا من اللعيبه، يعني ممكن اخد محمود علاء برضو. محمود علاء برضو. محمود علاء بقى في اي حاجه. بحب الحاجات دي. طيب لو انت ماشي في الطريق وعربيتك عطلت، مين اول واحد هتصل بيه يجيلك؟ في غيره هتكلمه في وقت. محمود علاء. طيب الاسانسير تعطل بيه 5 ساعات، مين اللي انت تتمنى اللي يكون موجود معاك وانت متعطل؟ متيب. ايش بعد الاسانسير هيعويك ولا ايه؟ يقع فين هناك بس. اسئله لو ما كنتش حارس مرمى تحب يكون مركزك ايه؟ كنت مهاجم. مش هتلاقيني بعرف العب. مش هنجيبك بقى. لو خيروك تكمل مع الزمالك وتتوج بالالقاب ولا تكون حارس مصر الاساسي في كاس العالم؟ لا مع الزمالك واتوج بالالقاب. لو خيروك ان تكون شخص الكل بيحبه او ان الكل يخاف منه، هتختار ايه؟ لا الكل يحبه طبعا. لو خيروك تحلق شعرك كله او تصبغه لون بنفسجي؟ اشيله كله. لو خيروك بين الحب والمال تختار ايه؟ لا الحب طبعا عشان الفلوس. لا الفلوس. 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 كذاب. المال ولا الجمال؟ لا الجمال. المال ولا الذكاء؟ لا الذكاء. المال ولا الصحة؟ صح. الجمال ولا الذكاء؟ الذكاء. الذكاء ولا الصحة؟ لا الصحة.